بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفولدر اللي احنا نزلناه او الفايل اللي احنا نزلناه من فاونديشن ملف مضغوط، بمجرد ما احنا نعمل اكستراكت ليه يا جماعه هنلاقي الاستراكشر بتاعه، وده محور حلقتنا اليوم. اولا صفحه اللي اسمها index.html مع فولدرين، فولدر سي اس اس وفولدر جافا جي اس فور جافا سكريبت. الملف بتاع الاندكس يا جماعه دبل كليك عليه، البريفيو بتاعته جميله جدا. فاونديشن بتحاول تقول لك فيها يعني ايه، يعني بتحاول تستخدمها بشكل وظيفي شويه، بتدي لك امكانياتنا. بص بقى احنا ممكن نعمل الكلام الجميل ده، ممكن نعمل الجريد ده، هي ممكن نعمل البوتونز دي، ممكن نعمل الهنتات الصغيره دي، ممكن نعمل لك فورم فيه حاجات جميله اوريدي، بوتونز والتشيك بوكسات والكلام ده يا جماعه. هي بتحاول تدي لك زي نظره بسيطه عن بعض الفيتشرز الموجوده في فاونديشن. طبعا مش كل الفيتشرز ديت يا جماعه، هو بيحاول يغطوا جزء منها. تمام، الفولدر الاولاني سي اس اس، وده سبيسيفيك مسار حديثنا في التوتوريال ديت يا جماعه. طيب عندي ثلاث فايلات، اب دوت سي اس اس، فاونديشن دوت سي اس اس، فاونديشن دوت ام اي ان دوت سي اس اس. الاول اللي يهمني، طيب هم كلهم مهمين بس انا هتكلم عنهم بالترتيب. اولا فاونديشن دوت سي اس اس، خلونا نفتح السورس بتاعه اكزاكتلي يا جماعه. طبعا الناس هتقارن ما بين الفولدر فاونديشن الفايل فاونديشن دوت سي اس اس يا جماعه، هو فيه كل الكودز، كل الفلاتر، كل الستايلات سي اس اس الخاصه بالفريم ورك ده يا جماعه. هتقارن ما بينه وما بين سكيلتون، كنت هقول لك طبعا ده في فرق كبير. هنا تقريبا حوالي بتاع 4200 سطر برمجي، في سكيلتون كان عدد قليل. الامر بيعكس يعني كميه الادوات الكتيره جدا، او الكتيره نقول اللي بديهاني لفريم ورك ده يا جماعه. طبعا الكورس مش بيتكلم عن ان ازاي انا نبتدي نفصل الفريم ورك ده، لا نفس الارضيه اللي احنا كنا بنقول احنا بنستخدم فريم ورك ليه يا جماعه. انت لما بتيجي بتصمم موقع مش هتبتدي من السكراتش، عشان كده بتستخدم فريم ورك جاهزه عشان توفر عليك ملف زي ده في كميه كبيره جدا من الكودز بتاعت سي اس اس والفلاتر. انت بس محتاج منها تطبيق معين بتنادي على الاداه ديت وبتحطها في مكانها المناسب، وده اللي احنا هنحاول نوصله مع بعض في التوتوريال ديت يا جماعه. فبدل ما تبتدي الموقع من الصفر وتبرمج كل شيء باي يور هاند، انت بتستخدم مكتبات جاهزه او فريم وركس تدي لك تولز جاهزه. علشان كده ظهرت الفريم وركس المختلفه، ولا من ضمنها الفاونديشن يا جماعه. طيب اوكي سي الفولدر الفايل الثاني يا جماعه كان عباره عن فاونديشن دوت ام اي ان. ده نسخه من يفايت من الفاونديشن، او فيها نفس الكلام المكتوب بس اكشولي الكلام كله مصفوف في سطر واحد. ده طبعا مش الهيومن بينج، ده مش المبرمجين، ده عشان تفهم الشغل خالص وتبتدي تربطه. ده حجمه قليل صحيح شور، علشان كله علشان ما فيش وايت سبيسز، ما فيش مساحات بيضاء. فده على سبيل انت لما تيجي تفهم الشغل خالص بتربطه بالميني بالمينيفايد بالنسخه دي يعني، فاهمني؟ ديت اهميه النقطه دي. الجانب الثالث الاب دوت سي اس اس، وهنا راح نقف شويه وبنقول نقطه مهمه انا بالنسبه لي مهمه يا جماعه، مساله التعديل في السورس كود اللي موجود هنا. يعني ايه؟ يعني انت عايز، انت عندك سورس كود هو موجود وعندك الابيليتي ان انت تمنتج عليه، لكن بي كيرفول، خد بالك كويس جدا ان مساله التعديل في الكود هنا يعني محتاجه دراسه ومحتاجه، او خلينا نقول ان ليها شويه مخاطر شويه، لان الناس اللي بتعمل الفريم وركس ده فريق عمل متكامل ووصل لدرجه من التوافقيه مع الكومبوننتس بتاعه، فاي تغيير هنا ممكن يسبب لك مشاكل بعدين، خصوصا انت بتعدل في السورس كود بتاعه. فلازم انت تبقى فاهم كويس ايه الاجزاء المختلفه بتاعته علشان ما يحصلش اي تعارض جوه الفريم ورك او جوه ملف السي اس اس ده يا جماعه. طب تقول لي لا انا بقى عايز احط تعديلات سبيشال خاصه بيا، وفي نفس اللحظه اخلي التعديلات الفريم ورك ده اوريدي موجود. اكزاكتلي دي السياسه اللي مشغلها، او دي السياسه اللي ماشي عليها زورب وفاونديشن، المؤسسه اللي مشغلها مسميه لك فولدر اسمه اب دوت سي اس اس. لو انت عملت السورس بتاعه هتلاقيه ما في اي سنس اوف كود. الاب دوت سي اس اس ده فور يور اون ستايلز، ده بقى عشان انت تكتب فيه الستايلز بتوعك. تقول لي طيب ما انا ممكن اكتب ستايل ويحصل كونفليكشن او تعارض ما بين الستايلز اللي انا بكتبها والستايلز اللي اوريدي موجوده في قلب الفريم ورك بتاعنا. طب اقول لك ممتاز ورائع جدا، ساعتها انا هبتدي نرجع للسورس كود او ملف الاندكس دوت اتش ام ال ونبتدي نعمل فيو المصدر. وبص بقى النقطة اللي تهمني خالص اللينكات يا جماعة، النقطة الأولانية
الرابط الاولاني، اللينك الاولاني مربوط بفاونديشن دوت سي اس اس، ده اللي احنا كنا بنستعرضين السورس كود بتاعه، بعدين الاب دوت سي اس اس، ده اللي المفروض ان انت تبتدي تكتب يور اون ستايل شيتس او انت تغيره وتسميه، انا ماليش دخل بالقصه دي، بس نفس الفكره بتاعت بطبيعه السي اس اس يا جماعه. كاسكيدنج، كاسكيدنج يعني ايه؟ فاكرين ايام زمان خالص في السي اس كنا بنقول لو انا عملت، لو انا كنت قاصد اني اعمل كونفليكشن وسبجت واتكلمنا عنها، انا اديت مثلا ديفيجن خاصيه معينه ونفرض لون واديته ازرق، بعدين رحت مكرر نفس الخاصيه بقيمه مختلفه لون بس احمر، كنا بنقول مين اللي بيوين، مين اللي بيفوز؟ اللي بيفوز كان القيمه اللي بتعملها اوفر رايدنج، القيمه المتاخره، يعني اي حاجه متاخره هي اللي بتفوز. شايفين هم عاملين لي اول لينك للفاونديشن دوت سي اس اس، ده للفريم ورك، بعدين المتاخر الاب دوت سي اس اس، فبالتالي هيتعمل له اوفر رايدنج الستايلز اللي انت بتكتبها في السي اس اس اب، في الملف اللي اسمه سي اس اس اب، فبالتالي الاولويه الهاي بريوريتي للي انت هتكتبه في الاب دوت سي اس اس، وبعدين ها اللي المكتوب جوه الفريم ورك دوت فاونديشن دوت سي اس اس. فاهمين يا جماعه؟ علشان كده هم حاطين القصه دي، دي مساله الاوفر رايدنج. انا بالنسبه لي القصه دي كان نقطه مهمه وواجب ان احنا نحاول نتكلم فيها. طيب سي اوكي. بعدين يا جماعه طالما احنا فتحنا بقى ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال، فبتلاقي ان الارضيه بتاعته ارضيه جميله خالص، الستايلات سي عادي، بعدين الهيكله العامه، وده الكلام اللي احنا هناخد فيه وقت طويل علشان نحاول نشرح ايه السيناريو العجيب ده. اللي يهمني في الاخر جاب بعد وسم الديف وجاب له وسم الماضي في ثلاث سكريبتات صغيرين هنا او اربع سكريبتات يا رب. السكريبت الاول جي كويري، دي مكتبه مكتبه جافا سكريبت او سي، خلينا نكون في الصوره كلهم مربوطين ب جي اس جي اس جي اس جي اس، وواحد منهم اسمه اب دوت جي اس، ده فور يور اون جافا سكريبت تمام. وعندي بعدين مكتبات جاهزه، واولهم فاونديشن دوت جي اس، ده اللي فيه اكواد الجافا سكريبت. الكورس مش بيتكلم عن جافا سكريبت بس اكشولي الفريم ورك فيه بعض اجزاء خاصه بالجافا سكريبت، لما نيجي نستخدمها طبعا احنا هنوضح النقط اللي تهمنا فيها، لكن الكورس مش بيتكلم عن جافا سكريبت يا جماعه. رايت اوكي، ده كده كارضيه للملف الاندكس دوت اتش تي ام ال والاستراكشر بتاعي جوه من السي اس اس سي. بعدين ملف الفولدر جي اس في الاب دوت جي اس، ده بقى علشان انت تحط فيه اكواد الجافا سكريبت خاصه بيك انت زي اب دوت سي اس اس. وهنا بقى شويه مكتبات جافا سكريبت اوريدي جاهزه زي جي كويري سي طبعا غني عن التعريف، و فاونديشن دات المينيفايد ودات فاونديشن، ده النسخه طبعا ده لو انا عرضت السورس كود بتاعه هلاقي طبعا عدد السطور البرمجيه اللي اياها ادي 9000 سطر برمجي، اللي جنب منه النسخه المينيفايد بتاعته يا جماعه، وبعدين وات انبوت، ده خاص بالانبوتس والكلام ده، ودولت الفولدر خاص بالجافا سكريبت يا جماعه. ده البريف ديسكشن عن الاستراكشر بتاعت الفريم ورك اللي احنا نزلناه دلوقتي حالا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.